الشعور بالوحدة من أصعب المشاعر اللي ممكن يمر فيها الإنسان. بعض الناس تتوقع بأن الشخص اللي يشعر بالوحدة هو الشخص اللي ما عنده أصدقاء، مو صحيح. كثير من الناس يشعرون بالوحدة في ظل وجود العديد من الناس من حوالينهم، فممكن الواحد يكون عنده أصدقاء أو يكون عنده أهل وأقارب ومع ذلك يشعر بالوحدة. الشعور بالوحدة من المشاعر السلبية، وخصوصا إذا صارت مزمنة أو إذا زادت عن حدها ممكن تسبب سلوكيات واستجابات ما يتوقعها الإنسان، فممكن تسبب الانتحار أو ممكن تسبب اضطراب الاكتئاب depression disorder وغيرها من الاضطرابات. ممكن الناس تسألني إيش سبب الشعور بالوحدة؟ الشعور بالوحدة له عدة أسباب. أحياناً بسبب عدم وجود شريك حياة للفرد يلبي مشاعره وانفعالاته ورغباته ويشبعه من الجانب النفسي والانفعالي. وأحياناً الشعور بالوحدة يكون بسبب المرض، مثل المرض المزمن اللي يمر فيه الشخص، أو أحياناً بسبب السفر أو بسبب الغربة أو بسبب طبيعة العمل، إنه الواحد يكون في طبيعة عمله ما يختلط بالآخرين ويكون منزوي على نفسه إلى آخره. طبعا الشعور بالوحدة ممكن ان الواحد يتخطاه، ممكن ان الواحد يعني يتجنب مشاعر الوحدة هذه عن طريق تدريب او التدريب على بعض الآليات والفنيات اللي احنا حنقولها. اذا كنت انت من الناس اللي تجلس بالحالك دائما على مواقع التواصل الاجتماعي، فحاول انك تتجنب الجلوس على مثل هذه المواقع لفترات طويلة، لانها ممكن تسبب لك عزلة نفسية، والعزلة النفسية هذه ممكن تسبب لك الوحدة النفسية فيما بعد. ثانيا، إذا كنت من الناس اللي تمارس السلوكيات في حياتك اليومية لوحدك، حاول أنك تشرك معاك ناس. يعني مثلا إذا أنت من الأشخاص اللي يمشون لحالهم يوميا أو اللي يتدربون لحالهم، فما يمنع أنك تجد لك شخص مقرب أو عزيز يماشيك أو مثلا يتدرب معاك أو يؤدي معاك المهام والأعمال. إذا كنت من الأشخاص اللي عملهم يشتغلون لوحدهم أو عملهم منزوي بعيدا عن الآخرين، فممكن تستغل عطلة نهاية الأسبوع أو الويكند بأنك تأخذ مجموعة من الناس أو تلبي يعني طلب عزيمة أو طلب عشاء، أو أنك تروح تقضي وقت فراغك مع مجموعة من الآخرين، بحيث أنك تعوض أيام الأسبوع اللي أنت جلستها لحالك. حاول قد ما تقدر لما تكون علاقات اجتماعية أنك تكون هذه العلاقات الاجتماعية حميمية، يعني ما تكون علاقات سطحية. حاول أنك تعبر عن مشاعرك وانفعالاتك قد ما تقدر للآخرين، حتى لو كانت هذه المشاعر والانفعالات اللي أنت حتعبرها للآخرين سلبية، ترى هذه ما تعني ضعفك أو ما تعني بأنك أنت إنسان مثلا محبط ولا أنك أنت إنسان أقل منهم. لا، بالعكس، أنت جالس تلبي مشاعر وانفعالات وجالس تؤدي دور التنفيس الانفعالي وتطلع بالون التوتر الموجود داخلك وتكون علاقات حميمية مع الآخرين حتى تتفادى شعور الوحدة اللي هو الشعور بالوحدة النفسية. فمان الله.